بس مصطفى كامل ده لا يعيني في شيء. مصطفى كامل ده مطبلاتي الاخر. ليه بقى انت ايام الاخوان طلعت تصريح شهير جدا وقلت على مرسي ان هو اختيار رباني مش اختيار البني ادمين، وانا بعتبر نفسي ابنك. بعد كده عملت تسلم الايادي على كل لون يا باطسطه، جاي انت تقول ان انت ما شفتش اغاني انا كنت بعملها وتقسم بالله انت ما شفتهاش. اه يا كذاب. بس لسه منزل حفلات شطبوني من القوه، بس انا قلت لهم الجدع فيكم نزلني على مصر، بنزل اعمل حفلات وكل حاجه، لان هو مش نقيب. عشان حد يتشطب لازم نقيب يمضي، هو مش نقيب. وهو طلع قال انا مش هطبطهاش، انا صدقت. يعني ايه صدقت على قرار شطبه؟ مش فاهم هي بالتصديق هي بقي كنت بره وصدقت، مش فاهمه ان كبر الهلس مانس دي يعني. بس هو تقريبا عشان دخل الانتخابات ومش معروف او مش مشهور يعني، فقال احكها شويه يمكن اعرف يعني اظهر شويه في النقاش معاه يمكن كده. بطل حكي يا عم الحك.